في دروب. يلا لصقت بعض فرصتك. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم راح تشوفوا فيديو جانا زيرو اول ثلاثة ثلاثة، فأتمنى يعجبكم. تشاهدوا ان شاء الله. بطولة حلو تشاينا، ليتس جو. فريقك عزوز المفضل تشاينا؟ مرة مو المفضل. اوكي انا حطير يا خالد. اوكي. اخذ ولاتك ولا لا؟ خذ عادي، اتس فاين، ما عندي مشكلة. يا عمي ابني. مليون في المية. هذا 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 خوجة مليون في المية حيسوي دروب، مليون في المية. اي فخذ بنكرك اللي ورا. مو خوجة، مو خوجة من، مو خوجة من عشماوي. اسمه مير. اجل اللي قدامه خواجه يسيطر عليه. تعجبني مطار وتعجبني غرفه اكتب. والله زحمه. انا قدامي تشاينا خواجه. ها؟ اه بيسوي لي هذا. مو عارف هو انا ايش. ليش الاثنين فير بس؟ اوكي اوكي. عشان بسوي حركه الجنود بس. ايوه عادي عادي، يمديك تصدها بالهامر ما ما عارف بس كذا بس كذا مره اضمن. طيب عموما لا تكرر ما حسب. والله انا قالوا لي سويها تضبط. شلك من ورا ما عندك شيء. اوكي اوكي اوكي. انت تبي تبي يا خالد. الجنود دائما مرات حركة الجنود دائما مرات تقروشني. بحاول اجيب لك ال ابجريد كومبليت. الدرايف اضرب الدرايف من خالد، انا بحاول اجيك على طول سريع. يا عمي امشي يا عمي احا يا حبيبي انا كنت حافظ نفطك تكفى لا طورت العلم ابراهيم اي والله مو مشكله مش مشكله خلاص خذ 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 مش اخذ ولا ما اخذ خذ 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 انا ادبر نفسي يوري شايف مساعده بس جايك 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 يا عيني والله يا عيني راحت راح الاداء اخذ عالم خالد خذ بنكرك يا طب يا وحش حيدخل بيني وبينك يا ميد حاول اجيك انا برضو شرد شنو بتاعتك؟ فريت ساده تقدر تشيله صح؟ جايك جايك انا لا من اول قلت لك دراجون قلت لك كان قلت لك اياه كفكاتك شنو كاتك يا ميت والنصف النصف لا مو معقول تفله يا عمي دراجون هذه مرة تفجر حظك حظك يلا في دروب دروب بيني وبينك ها؟ هي دروب عليك عليك على المطارات وكذا طير طيارات طير مقزات زي؟ طير مقزات طيارته يلا لصقت بعض فرصتك اوه لا لا ديم هذا مين هذا الحفله يا عيني يا عيني يلا يلا سينتك مسحت والله المد ايش وضعه؟ قاعد اضرب فيه خلاص 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 انا معايا مرات مرات كثير اوكي جاي هجمة من هنا يا بجيك بجيك بس قاتلك لك واحدة اللي اكتبها اثنين قاتل انا بدخل على الاحمر شوف المدخل في هجمة في النص You get the location. Hey, let's go with the chapter. Unit lost. Yeah. Moving operations. Congratulations, General.
دراغون هذه الله يخرب بيتها. جاي بشيل دراغون بس البنكر ما حيزيد. اوكي. لا ضبط الماستر ضبط الماستر طلعت وقت متأخر. دراغون تاني جيت في بيسك. والله انت خالد اللي جيتنا في داهية مرة اديت انا في داهية يا خالد. يسير يلا عاوك فرغ بنكر مو حقي مو حقي ده البنكر مو حقي اي كنت اقول لك بس كان في دراجر يلا ما هي مشكله انا بحاول اخذ البيس حقي مؤيد ايش وضعك؟ كويس ضرب في النص مع الاثنين. طبعا كان معي مكزات. يلا شوف البيس حقي. في دراجون. هذا بيحاول ياخذ البيس حقي. النص كبير. يلا جي. انا احشيلها مرات. شيل البنكر. General, they have control of our building. Unit lost. China needs us there. Tune into the air. بيني بينك يا يوري. يلا. انتبهوا دوزر. لو عندك مجزات بالله هنا مجزات لا في جيش كبير فلازم نشيل اول انا مره ما عندي فلوس شايف مويد جهة جيش كبير يمكن حتى يدافع عنا بعد شوي اوكي بس كذا احتياط نخليك خلاص هذا هو المستعرض طيب حلو اذا جاتك مرات تقول لي عشان اشيل لك هي بال المكزات هل عندك فلوس في النص تبني يا خالد لازم ابيع الوار فاكتوري ما عندي فلوس ابدا بس بحاول ضربت على فوجه عشان نفتح شويه بس لا والله في روبه طالعه ها في هجمه قويه عليه مايد لازم تضغط في الجيتار انت عشان يخف عند الضغط انا مسحت جسمه مسحت رصاصه يفو. ممتاز خوجة اربع ايلات ترى مرة ضاغط لو تشيل له ايلات بالمكزات سبايك هو بيني بينك شوت تبغى اعطيكم فلتر يوري انا مره ما عندي معايا ارورا معايا ارورا ها هنا ها مره ما معك فلوس مره $50 بس لازم ابيع الور فاكتوري طبيعي جرب فضلك يلا اوه الجيش اللي شلته شفته ايوه وحش اوه هذا بيبني هوي ترى ها
نرجع من طعم الفكتة يا عيوري. انا بحاول والله حتى بعد ما بعت هذا ما بس مرة ما عندك شي خلاص انسحب حسن و... خلاص ما عندي غير باور خليني اساعدك في الهجمة هذي منعت ابن النووي الهجم هذا ست كثيرة معايا قرورة اوه حيصير لك بس يلا خد حلو تكفى مية لا تقول لك ست حمرات من الغام لا 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 هو همر واحد أصلاً بس كويس هذا آخر دوزر هذا آخر دوزر ليش اللي خشوا من هذا أنا رايح الله حوش يلا قريبا عشان ما يخلو اللي مسحوا ما مسحوا لا يعني شلت همرات كثير روش. منه فاهم والله شلت البروباغندا والله وحش والله الصمده يا خالد هذه اقدر كيف صمدنا والله اي والله وانا مفهي كمان فعلت الاويل واقول لي اي سي خذ الاويل والله مشي حالك بس استفدت من ويلاتك انا خدت ويلاتك لانه مره اقسم بالله لما حطيت على الجارد حقونك ولقيت فيهم علامه هذا